أفضل 10 شخصيات أنيمي. ناتسو وهو من أكثر الشخصيات المحبوبة في عالم الأنيمي، فهو ناتسو ذا القوة السحرية النارية، فقد حصل عليه التنين دراغنيل وهو ما زال طفلا صغيرا، حيث تربى على يده وأخذ يدافع عنه حتى أصبح قويا، ومن هنا بدأ في رحلة الكشف عن والده التنين، ثم انضم إلى نقابة فيريتيل. لايت يوجامي يتميز لايت بالغموض الشديد، حيث صار شخصية محبوبة جدا، كان هدفه الوحيد هو تغيير العالم الحالي وأن يكون له قوة خارقة يستطيع من خلالها الحكم للعالم كله، وهو شاب يافع في ريعان شبابه، قد مل من كل أوضاع العالم التي حوله حتى أنه وجد مذكرة صغيرة تسمى مذكرة موت، فأي شخص يكتب اسمه بداخل هذه المذكرة يموت على الفور، ولكنه لم يصدق هذه المذكرة وقام بإلقائها حتى استطاع أن يكتشف لغزها. ليفي وهو ليفي الجندي القوي الذي استطاع أن يزعم فرقة العمليات الخاصة وفرقة النخبة التي كان هدفها هو حماية إيرين بيجر. تميز ليفي بالانضباط في عمله، فكان شخصية مميزة ومحبوبة نظرا لما لديه من طاقة إيجابية يصوبها صوب الحق. مونكي دي لوفي وهو من الشخصيات المرحة والتي تحب المغامرة من ضمن شخصيات أنيمي، حيث أنه تمتع بشخصية فريدة جدا واستمر تزايد المعجبين به حتى وصل عددهم إلى أكثر من 10,000 معجب. ويعتبر مونكي هو أفضل شخصية باليابان، فهو قائد قراصنة قبعة القش وبدأ رحلة مغامرته وهو في سن 17. إتشيغو يتميز إتشيغو بشخصية غامضة جدا على نطاق العائلي والأسري، فدائما يختلف ويتميز عن غيره ممن حولها، فهو ذو شعر برتقالي ويستطيع أن يرى الأشباح أيضا، ومن ضمن جوانب شخصيته أنه كان مسؤولا عن عائلته وأصدقائه خاصة أختيه يوزو وكارن من بعد وفاة والدهم، لذلك فشخصيته الأكثر إعجابا باليابان. ليلوتش وهو من العائلة البريطانية، ولكنه فضل أن يعيش مع أخته في اليابان لأنه أراد أن يحقق أمنية أخته، وهي أن يعيش في عالم أفضل بعيدا عن أي صراعات، حيث عاش صراعات حقيقية بعد قتل أمه نتيجة لعمل الإرهاب، لذلك فضل الهرب والتنازل عن حقه في الإمبراطورية البريطانية. إدوارد تعد هذه الشخصية من أروع شخصيات الأنمي، لأنه أراد أن يستخدم العلم في إعادة أمه مرة أخرى إلى الحياة من بعد وفاتها، حيث اتحد هو وأخاه ألفونس لاستخدام الكيمياء لهذا الغرض، ولكن قد فشل في بدايتهما، مما نتج عن هذا الفشل فقدان جسد أخيه ألفونس، مما دعا إدوارد بأن يجد ويعمل من أجل أن يصبح كيميائيا حكوميا ناجح. ناروتو يوزوماكي يعتبر ناروتو هو الشخصية المميزة والمفضلة، لأنها هي من الشخصيات النادرة، لأنه أراد أن يغير وجهة النظر الخاطئة التي تكونت عنه نتيجة لما قام به والده من محاربة ذو التسعة ذيول حتى أنه قام بقتلهم، ويسمى والده الهوجاك الرابع وهو زعيم القرية. كينشين هيومورا تعتبر هذه الشخصية من أفضل الشخصيات على الإطلاق، لأنه أراد أن ينصف المظلوم والضعيف، فوقف مع الفلاحين والضعفاء ضد الظلم حتى أصبح قاتلا مأجورا للثورة، وكسب شعبية كبيرة جدا ونال على عدد كبير من المعجبين حتى أن الشركات قامت بتقليد مقتنياته وبيعها في الأسواق. جوكو وهو المقاتل الأسطوري بطل دراغون بول المحبوب الذي واجه الشخصيات الشريرة والخطيرة، ومن أبرزها فريزا والسيل والسايان الأسطورية برولي وماجن وغيره من الشخصيات الشريرة، فشخصية جوكو اعتبرت من أكثر الشخصيات التي نالت العديد من أعداد المعجبين والمهتمين نظرا لإيجابياتها.